محطوطين او بيتم ضخهم للاستثمار في جنوب سيناء. احنا عايزين نقول طابة اخذت مشروعات، احنا كنا موجودين السنة اللي فاتت وشفنا التطوير اللي بيحصل، السنة دي شايفين شكل مختلف واسرع بكتير في وتيرة العمل سيادة المحافظ. يعني ما هو تعرف طابة يعني القرية دي هتتكلف 72 مليون. امبارح حجر الاساس بتاع المحطة امبارح السيد اللواء ايهاب خضر قال 150 مليون. شوفي بقى دي كلها النهارده الاعمال اللي بتتم اللي هنفتحها النهارده اللي هو البحيرتين والسد، دول مكلفين برضو 50 مليون. يعني عايز اقول لحضرتك ان يعني دول بس كده معديين 250 مليون. الشغل فيهم هيبقى من ولاد طابه ولا من ولاد جنوب سيناء؟ بصي انا باكد قدام وشعب المحافظه سامعني ان الوظائف لابناء المدينه، ابناء المحافظه. في بعض التقنيات اللي مش موجوده عند اولادنا. في مثلا عايزين واحد مثلا واخد شهاده معينه مش بتتوفرش، بنجيبه من بره. انما احنا كل الاعمال العامه بيعلم بالظبط، حتى السياحه بيدرب ناس معاهم بحيث انه يتعلم بالظبط كده. حتى وزاره البيئه انا يمكن بنطور في شرم الشيخ دلوقتي، وشرم الشيخ دي ليها قصه بقى. طب خالص طبعا هنطور مصنع تدوير الكمامه، وهنطور المدفن الصحي، وهنطور جامع الكمامه من المنازل. شرطت على الشركه اللي جايه ان تكون العماله من ولادنا، شركه جايه كبيره. عظيم. على فكره احنا لاول مره عندنا شركه كبيره في شرم الشيخ. حد يسال انك منظف شرم الشيخ بالعمال، العمال العاديين. انما طبعا عشان داخلين بقى حاجه عالميه ومداخلين طبعا لازم يبقى في بقى حاجه في تكنولوجيا عالميه تخش عندنا في مدينه شرم الشيخ، تبقى على يعني من ضمن احدث المدن اللي في العالم. طيب عظيم.